أي سفينة إسرائيلية ستمر من باب المندب ستكون فريسة سهلة أمام نيراننا، هكذا أعلنها الحوثيون. جيش من المحامين من أنحاء العالم يلاحقون الكيان، وخلافات حادة في الداخل الأمريكي بشأن حرب القطاع، وتل أبيب تهدد مصر وتعلن تجاهل الرأي العالمي. الولايات المتحدة تلجأ للصين لحل مشكلتها، الناتو يقترح على كييف التفاوض باستخدام حيلة قديمة، وللمرة الثانية الاتحاد الأوروبي يتراجع عن دعم أوكرانيا. الدفاع الأوكرانية تحدد أسباب الضربة الروسية الساحقة لأحد ألويتها، زيلينسكي يواجه انتقادات نازعة، وقوات كييف تغير تكتيكها القتالي. البحر الأحمر يشتعل. الحرب مشكلة لجيرانها، لكن في الحقيقة فلا أحد يتضرر كأطراف الحرب أنفسهم. هنا أفاد المتحدث باسم الجيش العبري بيتر ليرنر بنزوح نحو مليون شخص أو أكثر من شمال القطاع إلى جنوبه، فيما اعتبر وزير المالية العبري بتسليل سموتريش أن الهجرة الطوعية واستيعاب سكان القطاع في دول العالم هو حل إنساني ينهي معاناة اليهود والعرب على حد سواء. من جهته قال لأوربين دور المتحدث باسم وزارة الخارجية العبرية إن بلاده تعطي الرأي العام العالمي بشأن الحرب هذه المرة اهتماما أقل من المرات السابقة. في المواقف الدولية دعت هيومن رايتس ووتش إلى التحقيق في القصف العبري لمستشفيات القطاع، فيما صرح محامي حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا متين كولونوك عبر منصة إكس أن أنقرة رفعت دعوى قضائية ضد نتنياهو أمام المحكمة الجنائية الدولية بسبب الانتهاكات للقانون الإنساني الدولي في القطاع. من جهتها دعت الحكومة البريطانية تل أبيب إلى احترام حرمة المستشفيات في القطاع ومنح المدنيين الحماية التي يقرها القانون الدولي. هذا وتطوع 300 محام من مختلف الجنسيات والأديان من كافة أنحاء العالم لمحاكمة تل أبيب على جرائمها بحق القطاع، وبادر محام فرنسي يدعى مايتير جيل ديفيير إلى حشد جيش من المحامين خلال 10 أيام. ليخرج المستشار الألماني أولاف شولز مصرحا بأن تل أبيب ديمقراطية وملتزمة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، وأن اللوم الموجه ضدها سخيف في ظل استمرار الحرب على القطاع. ليأتي الرد على شولتز من اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة التابعة للحوثيين أنها أطلقت دفعة من الصواريخ البالستية على أهداف مختلفة للجيش العبري، منها أهداف حساسة في منطقة أم الرشراش إيلات. وأضافت القوات اليمنية في بيانها أن إطلاق الصواريخ البالستية أتى بعد 24 ساعة فقط من عملية عسكرية أخرى نفذتها بالطائرات المسيرة على الأهداف العبرية ذاتها، مؤكدة البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أي سفينة عبرية في البحر الأحمر. وأضاف البيان: لن نتردد في استهداف أي سفينة عبرية في البحر الأحمر أو أي مكان تطاله أيدينا ابتداء من لحظة إعلان هذا البيان. في أمريكا أفادت شبكة CNN بأن وزير الخارجية الأمريكي اعترف بوجود خلافات بشأن التعاطي مع حرب القطاع، وأكد أن على واشنطن القيام بالمزيد للتخفيف من معاناة المدنيين هناك. يأتي ذلك بعد توقيع 100 موظف في الخارجية الأمريكية على مذكرة تنتقد نهج واشنطن تجاه الحرب. أما بشأن مصر فذكر تقرير صادر عن مجلة إسرائيل ديفنس التي تصدر عن الجيش العبري أن تل أبيب مطالبة بتهديد مصر، وإذا لزم الأمر أيضا فعلى تل أبيب الهجوم على جميع الجبهات. إليكم المصدر. بالعودة إلى واشنطن، ذكرت وكالة بلومبرغ أن القمة المرتقبة بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره الصيني شي جين بينغ قد تسفر عن اتفاق للحد من تدفق الفنتانيل القاتل على الولايات المتحدة. وأفادت الوكالة نقلا عن وزارة الخارجية الصينية قولها إن بكين على استعداد لتنفيذ إجراءات مكافحة تهريب المخدرات مع الولايات المتحدة على أساس المساواة والاحترام المتبادل. طعنة الحلفاء.
ضربات الحلفاء تتوالى على كييف. هنا مستشار قيادة القوات الجوية الأوكرانية يوري إغنات ينفي بدء تدريب الطيارين الأوكرانيين على مقاتلات F-16 في رومانيا، فيما صرح وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بأن هدف الاتحاد الأوروبي المعلن سابقا بتزويد أوكرانيا بمليون قذيفة في المستقبل القريب بعيد المنال. هنا ضربة أخرى ولكن بيد الجيش الروسي، وبعد أن قتل العديد من ضباط القوات المسلحة الأوكرانية رفيعي المستوى في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من مقاطعة زابوروجا، وذلك بضربة صاروخية شنتها القوات المسلحة الروسية، صرح وزير الدفاع الأوكراني روستم عمروف أن ذلك بسبب تجاهله جميع الإجراءات الأمنية تقريبا. أما في الداخل الأوكراني فصرحت صحيفة تركية أن زيلينسكي يواجه انتقادات لاذعة بأنه أصبح فعلا شخصا غير مرغوب به في أوكرانيا، وبالإضافة إلى ذلك فقد الرئيس شعبيته السابقة على الساحة الدولية، وتتخلى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي تدريجيا عن دعمهما لكييف. هذا وأفادت صحيفة موسكوفسكي كومسومولتس الروسية بأن السبيل الوحيد لمنع أوكرانيا من الانهيار هو تشجيع كييف على التفاوض مع روسيا، وبحسب الصحيفة أن هذه هي فكرة لرئيس حلف الناتو السابق راسموسن، وهي تقنية تلاعب قديمة تسمى الباب الأمامي، حيث عليك أن تطلب شيئا كبيرا لتصل في الأخير إلى الشيء الذي تريده. في السياق ذاته أفاد رئيس المخابرات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف بأن موسكو وكييف يمكن ألا توقعا معاهدة سلام حتى بعد انتهاء الأعمال القتالية، مشيرا إلى أن تسوية النزاعات القانونية قد تستغرق عقودا. ميدانيا أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تقوم بعملية هجومية بالقرب من أفدييفكا، وأن القوات الأوكرانية تغير تكتيكها القتالي بسبب نقص الذخائر، مضيفة أنها استهدفت مركز قيادة لواء الهجوم 79 المحمول جوا التابع للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية. لتعود الدفاع الروسية وتعلن الحصيلة بتكبيد الجيش الأوكراني أكثر من 895 فردا بين قتيل وجريح، وإسقاط 23 مسيرة أوكرانية، واعتراض صاروخي هاي مارس أمريكيين وقنبلة جوية موجهة جيدا خلال 24 ساعة.